السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة اللي غادي تساعدكم على تبييض سواء الركاب ولا اي مناطق عندكم سوداء في الجسم ديالكم. هذه الوصفة بمكونات بساطين وغنشرح لكم حتى يعني الناس اللي ممكن يستعملوها والناس اللي ما ممكنش يستعملوها، يعني جميع المعلومات على هذه الوصفة غنقدمها لكم في هذا الفيديو. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة، معكم مريم، ما تنساوش اشتركوا في القناة وذلك بالضغط على زر أبوني الموجود أسفل الفيديو، وقوموا بتفعيل جرس للتوصل بجديد الفيديوهات اللي كنقدم على القناة. زوروا الحساب ديالي على الانستغرام عالمك، غنخليه لكم في أسفل هذا الفيديو اللي كنكون فيه بشكل كبير، اللي تقدروا تواصلوا معايا فيه بشكل سريع. حساب ديالي على الانستغرام اللي هو عالموكي، غندخلوا مباشره في هذه الوصفه اللي غتساعدكم على تبييض الاماكن الداكنه في الجسم. غنحتاجوا في هذه الوصفه بطبيعه الحال الحامض. الناس اللي عندهم بشره حساسه او حساسيه من الحامض فكما كنصحكمش نهائيا باستعمال هذه الوصفه. غنقدم لكم فيما بعد وصفه للناس اللي عندهم بشره حساسه او حساسيه من الحامض. غادي نحتاجو الحامض وغادي نحتاجو البيكربونات صوديوم، اولا راه كتباع في الصيدليه، الثمن ديالها كنظن شي 4 دراهم ولا 5 دراهم. كيكون هاد الساشي كبير، انا كنستعملوه في بزاف ديال الوصفات، ما بقاش عندي فيه بزاف، بقات غير واحد الكميه قليله. غنحتاجوه لهاد جوج المكونات فقط، وغادي نضيفو ليهم جل الوفيغا. ممكن تستعملوا هذا او لا تستعملوا جل الوفيغا الطهري، ولا ما توفرش لكم نهائيا جل الوفيغا فممكن تضيفوا شي زيت او لا شي كريم غير باش كترطبوا شويه هذا الخليط، وباش ما كتوهش لكم البشره ديالكم مني كتستعملوا هذا الخليط عليها. غادي نمروا لطريقه تحضيره اللي هي سهله، طريقه سهله. غادي نديروا واحد المعلقه ديال البيكربونات وغادي نضيفوا ليها قطرات من عصير الحامض، غنقسم هادي على زوج. وغنضيفوا القليل من الجل كما كتشوفوا، وغنمزجوا هاد المكونات جيدا مع بعضياتهم. كما كتشوفوا خلطت هذا المزيج حتى ولا عندي بهذا الشكل. غادي نبقاو ندلكوا به البشره ديالنا والبلايص اللي عندنا كحلين، غير البلايص ماشي اللحم كامل، غير البلايص اللي عندنا فيهم الكحوله غادي نبقاو ندلكوا بهم. هذه الوصفه ما كتستعملوهاش كل نهار، الا استعملتوها كل نهار غتخرج لكم على البشره ديالكم. استعملوها مره كل اسبوع وداوموا عليها مده طويله، يعني تبقاو تستعملوها مره كل اسبوع، استعملوها شهر شهرين على حساب نتوما، يعني على حساب نتوما الكحوله اللي عندكم. وكنبقاو ندلكوا بها المده ديال 3 دقائق فقط البنات، 3 دقائق كندلكوا بها وكنغسلوا يعني الجسم ديالنا من هذا المزيج، ولا داومتوا عليها غتحيد لكم الكحوله اللي كاينه عندكم في المناطق اللي الجسم ديالكم اللي هي كحله سواء العنق ديالكم او لا الركابي او اي بلاصه عندكم كحله. وواحد الحاجه، هذه الوصفه البنات ما كتستعملش للوجه، فما كنصحكمش نهائيا انكم ديروها للوجه ديالكم، ولا ما كانش عندكم جل الوفيغا استعملوا شي كريم مرطب او اي حاجه ضيفوها ليها باش كترطب لكم الجسم ديالكم. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من الحامض ومن بيكربونات الصوديوم ممكن تستعملوا هذه الوصفه، كما ممكن تستعملوا واحد المقشره نقدموا لكم في اخر الفيديو، وممكن تستعملوا هذا الكريم. انا كنستعمله واخا ما عنديش مناطق سوداء في الجسم من بيوكوسميتكس، هذا فيه العدومه ديال التين الشوكي ولا ديال الهنديه، وكعلى شكل كريم كيناسب جميع انواع البشره، حتى الناس اللي عندهم بشره حساسه ممكن يستعملوه. غنخلي لكم رابط الانستغرام في صندوق الوصف ولا اسفل هذا الفيديو ولا في تعليق لتحت. كيكون على هذا الشكل من الداخل، على شكل كريم بحال ما هكا، فيها حبيبات رقاقين، وهذه كتقدروا ديروا بها تقشير الجسم ديالكم. والحاجه اللي زوينه في هذا الكريم انكم ممكن ديروه قبل الحمام وتخليوه في الجسم ديالكم نهار يومين 3 ايام، الريحه ديالو زوينه وكيشرب في الجسم. انا غنوريكم في اليد ديالي
فعي كتحطوه هكا على الجسم وكتفركو، كتبقاو كتفركو حتى كيشرب لكم في الجسم ديالكم وما كيبقاش باين. في الاول كتبان لكم بحال البيوضه بزاف في ايديكم، كتبقاو تفركو تفركو تفركو. هانتوما بقاو تشوفوا معايا، كتبقاو تفركو بحال هذا الشكل، كتبقى تبان لكم بيوضه، ومن بعد غيبان لكم بلي الجسم ديالكم بدا كيشرب هذا الماسك. هانتوما هانتوما بعد ما كيشرب لكم الماسك في اليدين ديالكم، شوفوا غير من دابا انا نرجع الكاميرا استسمح. هانتوما شوفوا اليدين ديالكم كيفاش كيوليو، كيبقاو فيهم هاد الحبيبات الرقاقين والريحه ديالو زوينه، يعني ما غديرونجيكم حتى شي حاجه. كيبقاو لكم هاد الحبيبات الرقاقين ماشي مشكل، يعني الا كنتو درتوه في داخل الجسم ديالكم فكتلبسوا الحوايج ديالكم وكتبقاو به يومين ثلاث ايام شحال ما بغيتو تمشيو للحمام. ومني كتمشيو للحمام ما كيبقاش لكم بحال الزيت على الجسم ديالكم، يعني واخا كتحكو كيخرج لكم الوسخ. هاد الماسك زوين بزاف وكيبيض، وممكن تستعملوه حتى ثلاثة المرات في الاسبوع. وحتى الناس اللي ما عندهمش بشره حساسه وكيبغيو ما يستعملوش كريمات ديال الترطيب يعني من مورا الحمام، فممكن هذا ديروه في الحمام، ديروا به غوماج لوكور ديالكم كامل وتشللو يعني كاخر مرحله في الحمام، وكيبقى الجسم ديالكم رطب وما كتحتاجوش نهائيا تستعملوا كريم مرطب للجسم ديالكم. فكنصحكم بهاد الماسك. دابا غادي نخليكم مع طريقة تحضير صابون البلدي المغربي بالأعشاب اللي كيساعد على تقشير الجسم، رائع جدا البنات، وخاصكم ضروري ما تجربوا هذه الوصفة، وكنتمنى تعجبكم. والبنات اللي غيجربوها يخليوا لي الرأي ديالهم في تعليق. غادي نحتاجوا صابون، صابون الأسود ولا صابون المغربي ولا صابون البلدي، راه موجود وبثمن رخيص غنشريوه. غادي ناخذوا الاعشاب. بالنسبه للاعشاب انا هنا كما كتلاحظوا معايا عندي الخزامه وعندي الورد، ودرت حتى الزعتر ما حطيتوش هنايا ولكن حتى هو درتو، والازير طحنتهم كاملين حتى ولو عندي بودره بهذا الشكل. بالنسبه يعني الاعشاب اللي ممكن تستعملوا ورد، ازير، خزامه، ريحان، زعتر، يعني هادو هما الاعشاب اللي ممكن تستعملوا في هذه الوصفه. وغنحتاجوا الزيوت الاساسيه. بالنسبه للزيوت الاساسيه راه هي كتباع في المحلات التجاريه موجوده، وكديكم مده طويله حيت كديروا غير قطيره منها في الوصفات اللي كتستعملوا، يعني بحال هذا الشكل ديال الوصفات سبق واستعملتهم في واحد الفيديو. غادي نخلي لكم هنايا الرابط ديالو ديال التعطير ديال المنزل الا بغيتوا تشوفوه. غنمروا الان الطريقه ديال هذه الوصفه اللي كنديروها في الحمام قبل ما كنبداو نحكو. وبالنسبه للطريقه ديال التحضير طبعا سهله، فحنا كناخذوا هاد الاعشاب اللي خلطنا تنزيدوهم على الصابون الاسود وكنخلطوهم مزيان. من بعد شنو غنديرو؟ غناخدو علبة كتكون بغطاء بهذا الشكل، وغادي نعمرو فيها هداك الصابون البلدي هنايا اللي بالاعشاب. هو الصابون ديالنا واجد صراحه، هاد الصابون غزال بزاف البنات، كينقي الجسم وكيخليه ريحه زوينه فيه وفريمون زوين زوين بزاف بزاف. ننصحكم انكم تجربوه، كنحتفظوا به وصراحه كيبقى مده طويله، يعني تقدروا تحتفظوا به بحال ما هكا حتى المده ديال شهر، غادي يبقى عندكم بحال ما هاد الشكل. سديو الحمام وتستعملوه، ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه الأولى.